every single day I'm gonna make something great. That's my way. السلام عليكم متتابعي القناة، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي قناة لوبانيتا شانيل. إلا كنتوا أول مرة تشرفوني بالزيارة ما تنسوا اشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس بيوصلكم الجديد دائما. ولا كنتوا من المتتبعين ديالي ما تنسوش بارتجوا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم ودعموني بالضغط على زر الإعجاب. بالنسبة اليوم غادي نقدم لكم واحد الطبق أجنبي، هو صدر تاع الدجاج بالكوكو. غادي تشوفوا الطريقة التحضير ديالو، تابعوا معايا الفيديو إلى النهاية. هاد الوصفة كتجي لذيذة بزاف وهي طبق أجنبي. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو صدر ديال الدجاج، غادي نقطعوه لقطع صغيرة على هذا الشكل، كتبقى كمية الدجاج على حساب عدد الأفراد. غادي نحتاجو أيضا ملعقة ديال الفلفل الأحمر أي التحميرة، وغادي نحتاجو ملعقة تاع الإبزار وملح حسب الرغبة. عندنا الدقيق، وعندنا صفار تاع بيضتين، هنا عندنا الكوكو. بالنسبة لهذا الكوكو هذا الكوكو اللي كيكون مبشور على هذا الشكل كما كتشاهدوا معايا. الا ما توفرش عندكم تقدروا تستعملوا الكوكو العادي يعني الجاف او لا مطحون كما بغيتوا، ولكن الا توفر عندكم هذا الكوكو يكون افضل. غادي ناخذوا ديك العطريه ديالنا كما قلت لكم، الفلفل الاحمر الابزار والملح، غادي نضيفوها على الدقيق الابيض، وغادي ندمجوا المكونات بهذا الشكل كما كتشاهدوا معايا. غادي ندمجوا المكونات مزيان بهذا الشكل حتى كتندمج لينا ديك العطريه ديالنا مع الدقيق. من بعد غادي ناخذ دوك القطعه تاع صدر الدجاج وغادي نوضعوها في الدقيق بهذا الشكل. غادي نوضعوا القطع ديالنا كامله بهذا الشكل وغادي نبداو ندوزوها في الدقيق بهذا الطريقه. من بعد غادي ناخذ ديك القطعه تاع الدجاج وغادي نوضعوها في البيض كما كتشاهدوا معايا، تنغطسوها في البيض، كندوزوها في البيض بهذا الشكل. من بعد كنوضعوها في الكوكو، كندخلوا في هذاك الكوكو مزيان كما قلت لكم. الا ما توفرش عندكم هذا الكوكو هذا غادي ديروا الكوكو الجاف اللي كيتباع في المحلات او الكوكو مطحون اللي بغيتوا، ولكن من الافضل يكون هذا الكوكو هذا مبشور من الافضل. أو غادي نستمر بنفس الطريقة حتى غادي نكمل كمية تاع الدجاج ديالي كاملة. شاهدوا معايا هذا هو الدجاج ديالنا من بعد ما كملت الكميه كامله. دابا غادي ندوز للمرحله الثانيه اللي هي مرحله الطهي. في مقلاة على النار غادي نسخنوا الزيت ديالنا، من بعد غادي نقصوا النار يعني تكون مهيله بزاف، وغادي نوضعوا داك الصدر تاع الدجاج ديالنا اللي درناه في الكوكو كما كتشاهدوا معايا. حنا باقي غادي ندخلوه للفرن باش يطيب، حنا دابا غير غنخلوه يتحمر في المقلاة كما غادي تشاهدوا معايا. كما قلت لكم بعد ما كنسخنوا المقلات كنقصوا على النار. المهم غادي نستمر دابا في القلي ديال داك الصدر تاع الدجاج ديالي كما كتشاهدوا معايا في الفيديو. من بعد ما غادي نكمل الكميه كامله غادي ندوزو باش ندخلوه الفرن، تابعوا معايا الفيديو الى النهايه.
كما كتشاهدوا معايا، بعد ما حيدت داك الدجاج ديالي من المقلاة، هذا هو الشكل ديالو، تيجي على هذا الشكل. دابا غادي ندوز ندخلو الفرن. كما كتشاهدوا معايا غادي ندخلو الفرن تقريبا 15 دقيقة. المهم ما تلتزموش بالوقت، فقط راقبوه حتى غادي يطيب لينا. كي تكون النار مهيله، ما كتكونش النار تاع الفرن عاليه بزاف، حتى كيتاكدوا ان الدجاج ديالنا طاب. وغادي ندوز نوريكم طريقه التقديم. من بعد ما وجد لينا الدجاج، غادي نحتاجو هذا المربى تاع البرتقال اللي غادي نقدموه مع الدجاج ديالنا. وهذا هي النتيجه النهائيه ديال الدجاج ديالنا. كما كتشاهدوا كندخلوا فيه الكيغدون بهذا الشكل، وكنوضعوا ديك المربى البرتقال في الوسط، وكنبقاو كناخذوا داك الدجاج ديالنا بالكيغدون وكنوضعوا في مربى البرتقال وتناكلوا. هذه الوصفه كتجي لذيذه بزاف، هي طبق اجنبي، هادشي علاش مختلف العناصر ديالو على الاكل ديالنا المغربي، ولكن تنصحكم تجربوها، هي وصفه رائعه جدا. الى عجبتكم وصفه اليوم اعزائي المشاهدين، ما تنساوش تدعموا قناتي باش نقدم لكم الجديد دائما. بارتاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، واذا كنتو اول مره تشرفوني بالزياره، ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. بالنسبه لكم على المتابعه، والى اللقاء في فيديوهات مقبله باذن الله.